استاذ عبده اهلا بك. وفقا للمعلومات بقى كده اللي احنا بنتابعها والارقام والبيانات بخصوص ضيوف مصر اللي مشرفينا انه السودان وجنوب السودان واثيوبيا واريتريا والصومال جايه في المراكز المتقدمه. فقول لي بحكم حضرتك طبعا مسؤول كنائس السودان واثيوبيا في مصر، شايف ازاي الموضوع ده وطريقه الحياه والمعيشه هنا؟ احنا اولا بنشكر الشعب المصري، عشان مصر ده بلد بتاعتي الثاني، وانا ممكن بعرف مصر اكتر من السودان، وكمان قعدت هنا 20 سنة. يعني الشعب المصري شعب بسيط جدا، وانا كنت شغال هنا واشرتهم فتره طويله، وحكم المعيشه وحركه في داخل القاهره، يعني انا اتعرفت بناس كثير جدا وناس شعب حلوه جدا. في مصر في عام بحكم ان السودانيين كميه كبيره جدا وعلى فارقه كثيرا كثيرا جدا، لكن برضو قادرين يعيشوا الحمد لله، ما فيش تحديات صعبه. وكله في كل العالم في تحديات، لكن هناك انا كسوداني الشخصي والنظرة بتاعتي لمصر، يعني انا مش حاسس بحربة فيهم الحمد لله، رغم ان 20 سنه انا عايش فيهم لكن كويسه معانا. حتى انا بنتي دلوقتي في جامعه، بلد واحده وشعب واحد احنا طول عمرنا، يعني بنتي مما جات بدات ابتداء لحد دلوقتي خلص قربت تخلص الجامعه فالحمد لله، يعني حاجه كويسه جدا وشرف لي لمصر، وانا فخور بانه كنا نعيش في مصر. كتر خيرك، ودي حاجه انا بحتز بها شديد جدا بالنسبه للشعب المصري. طيب أنا هسأل حضرتك بقى بحكم إن العدد الأكبر طبعا من القارة الإفريقية اللي هم امتدادنا وعمقنا وعلاقات تاريخية وثقافة كل شيء، يعني لما نتكلم ونوسع المنظور ده شوية غير في مصر، إحنا لما بنتكلم على أزمة اللاجئين أو الناس اللي تركوا أوطانهم نتيجة الأوضاع غير مستقرة والتعامل معهم في العالم، ويعني كل دولة وطريقتها وكل دولة أسلوبها، الدولة اللي بتتاجر، الدولة اللي تقفل الحدود شوية وتفتحها شوية، الدولة اللي تعمل معسكرات، الدولة اللي تتكلم على أنه والله أنا عايز فلوس للناس اللي عندي، يعني دول حمل عليا وعبء عليا مادي، بتقدر بحكم طبعا السنين الطويلة والموضوع ده بتقدر أنك تفرق أو تشوف كل دولة وطريقة تعاملها هنا أسباب ده؟ يعني هنا كاللاجئين في مصر، الحاجة الوحيدة مصر قدرت تعملها لنا كاللاجئين أفارقة لنا مدارس خاصة بينك أفارقة بطريقتنا بمناهجنا ونعلمه أطفالنا لحد ما نوصلهم مستوى بتاع الجامعات وبعدين بدخل الجامعات المصرية، ودي امتياز حلو جدا المصر عمله. يعني هنا عايشين مش في مخيمات ولا في مكان من تجمعات اللاجئين، لكن عايشين كشعب واحدة من المصريين مع بعض، بنشتغل في الشركات مع بعض، بنشتغل في المصانع مع بعض، بنعيش في الأحياء مع بعض، بندخل المستشفيات نفس المستشفيات اللي هم بيدخلوها بنفس التكلفة، بناكل نفس العيش بنفس السير، وكل تحركاتنا مع بعض. هنا مش حاسين بحربة، يعني حتى هنا كسودانيين عندنا محلات في القاهرة كلها. ممكن ما تقول لي ايه اكتر الحاجات بقى اللي بتميز بيها السودانيين هنا في مصر في انشطتهم التجاريه؟ ما هم عندنا حاجات سودانيه في العطبه، يعني محلات دقاكين اكله سودانيه او اللبس السوداني، في ملابس اثيوبيه، وفي ملابس مثلا زي الصوماليين برضه لهم ملابس، عندهم محلاتهم مأجرين محلاتهم وقاعدين عايشين كانهم في بلادهم. فدي حاجه كويسه جدا، يعني الواحد يعيش حسب زي كانه عايش في بلده. فدي حاجه الحكومه المصريه يعني وفرتها لناس، وناس عايشه بحريتها، دي حاجه كويسه جدا. يعني حسي انت كونك تعيش مقيد صعبه، لكن دلوقتي في حريه التحرك، ما فيش حد بيضايقك في الحركات دي، يعني في المضايقات دي في قليله لكن مش كتير، وكل العالم كلها فيها يعني اتوقف قدامها. يعني وقع طبعا التنمر اللي حصلت على طالب من جنوب السودان، ووجوده في منتدى شباب العالم والرئيس عبد الفتاح السيسي ورفض الكلام ده شعبيا، يعني اكيد شفتوها رساله، يعني استقبلتوها ازاي؟ يعني السيد رئيس الجمهوريه يعني علم العالم كله المحبه والهنيه، يعني مما كان يعني الواد ده
ما حدش كان بيعبر وهو جابه حطاه جنبه يقعد في الكرسي اللي جنبه على طول. ما فيش حد عملها كده في العالم كلها. ودي بذره بتاعت المحبه بيبدا بتدي من هنا. وده التحيير المفروض الناس تاخد الابره وده تعلم بها. ورئيس الجمهوريه عمل حاجات كثيره حلوه جدا، مثال كثيره جدا. زي ما ناس كانوا محصورين في ليبيا وهو جابهم هنا بالطائره بتاعته وشالوا رجال بلادهم، ما حدش عمل كده في العالم كلها. وفي ايام الثوره لما احنا كنا في ايام الثوره يعني ناس اصحابنا بيجيب لنا اكل بالتصلمات تلفون بيجوا بيقطر مشاوير بيجيب عربات بيجي بيطلعون بيجيب لنا اكل بيجيب لنا عيش بيجيب لنا لحمه بيجيب لنا فراخ في ايام بتاع الازمه بتاع الثوره دي. يعني في ناس مش عايزين نذكر اسمائهم لكن ناس علمونا المحبه. يعني مصر انا حيرت حياتي لما انا عشت في مصر 20 سنه مش حاسس بها بان عدت 20 سنه. ففي ال 20 سنه انا عمري ما لقيتش مشكله كده وقفت قدامي. الحمد لله. يعني كل حاجه في ناس بتساهم معي وبتحل. وانا مما جيتنا انا 20 سنه ما اجر شقه وقعدت في لحد الوقت 20 سنه. ما نقلتش منها. وده فخر لي انا والشكر للناس اللي حواليا والناس اللي معايا. فمصر يعني بالحقيقه يعني اللي عايش في مصر مش بغيش بحربه. وكل حاجه متاحه، تعليم، حياتك، شغلك، ما فيش حاجه بتقف قدامك. ودي حاجه يعني فضل كلهم رجها للشعب المصري. لانه شاب بسيط وشاب حلو جدا وشاب بيحب الغريب. بيعامل الغريب اكثر من نفسه. وانا من ال 20 سنه عشت هنا اشتغلت مع ناس. وانا مما انا اشتغلت مع الناس، ناس كانوا بركه لي انا في الشغل. لحد ما جيت تركت الشغل وبقيت قسيس في الكنيسه. وماسك كميه من اجانب من اثيوبيا من السودان وبخدم كل الناس في المجتمع دي. بخدمهم بكل حب. عشان حبر معرفتي مع الشعب المصري انا بقدر بقدم خدمه للناس دول. لان الخدمه عشان لازم تعرف ناس بمعارف. مثلا معرفتي مع ناس وتعاملاتي مع الناس الحلوه فتح لي مجال كثيره بنقدر نقدم خدمات. والله انا ما عارفه اقول لك ايه على الكلام الحلو ده. فدي حاجه الناس حلوه انا فخور بها جدا. والله انا ما عارفه ارد يعني كتر خيرك على كل جمله أنا قلتها. انا فخور بها جدا لانه دي حاجه امتياز، حاجه كويسه جدا للشعب المصري. وكل الدنيا موجوده هنا في مصر. الافارقه كله بطوائفها كله موجوده في مصر. وسيب الجيران اللي حوالينا اللي هم العرب التانيين هنا كافارقه بما فيه مصر. مصر احتضنتنا بكل اشكالنا بكل طوائفنا. احنا عندنا كنايسنا متفصلين بنصلي بطريقتنا لوحدينا في مصر بحمايات وحمايه الحكومه برعايتهم. وكل يعني كنايسة منفصله عن كل كنايسة الثانيه. وكل ناس يعني في حريه، حريه الاباده، حريه التحرك، حريه الحياه، حريه الامل. فدي حاجه امتياز جدا للشعب المصري. وانا من هنا بشكر الشعب المصري وبشكر كمان الفضل كله بيرجع للسيد رئيس الجمهوريه لانه علمنا المحبه لما كان احتضن الولد الصغير وادى حقه بمية ضعف. فربنا يبارك الشعب المصري. ربنا يبارك فيكم يا رب. ويعني انتم منورينا ومشرفينا وربنا يديم المحبه والود دايما ما بين الشعوب العربيه والشعوب الافريقيه. يعني احنا ده امتدادنا الطبيعي. لما تتكلم على معلش علاقات بقى سياسيه وحكومات وانظمه والكلام ده تيجي عند الشعوب لا ما فيش لا حواجز ولا فواصل. فيه اللي في القلب في شعور المحبه والموده والبيت الكبير اللي بيجمع الكل والكلام الجميل الحقيقه اللي انا ما يعني هعلق اقول ايه اكتر من كده. تحب الاكل المصري طبعا اكيد بقى انت بقالك 20 سنه بقى. انت قلت لي كل حد من الاكل العراقي واليمني والكلام ده. الاكل المصري انت اكتر حاجه بتحبها انا إيه؟ عندي ناس ها بيجيبوا لي عسل من الصعيد وبيجيبوا لي انا عسل ايه بالصعيد ايه وبيجيب لي الجبنه القديمه من الصعيد كده وانا فطير المشلتت بقى كده. انا كده انا بوجه لهم رساله من هنا اسرات رساله المحبه والسلام والعسل والفطير والمكرونه بالبشاميل. ده اكل بتاعتي مين اظن ظبط لك صح يعني كلام حلو. فدي حاجه حلوه جدا. يعني بالمناسبه يعني مصر حلوه والشعب المصري حلوه.
الشعب لما تكون حلوة البلد تكون حلوة، البلد بأهلها وناسها وبضيوفها وإخواتها. دي حاجة يعني مصر أهل الكرم. أنا ربنا يخليك يا رب. عشرت ناس من البسيط للخاني، أنا عشرت بكل طوائفة ووجدت فيهم أفضل التعامل. خيرك رب. وانا من هنا برجي لهم برسل لهم رساله الشكر، وخاصه الناس اللي بتبعت الفطير والعسل والجبنه. طب والاكل بقى، الطبيخ ايه؟ ايه الاكلات المصري اللي بتحبها؟ انا بحب محشي طبعا. محشي. وبحب المكرونه بالبشاميل. تمام. فده هي انا بحبها. ماشي.